لم يكن يتوقع عشرة زبائن بنك القرض الشعبي الجزائري أن أموالهم التي ادخروها ببنك وكالة البويرة ستصبح في يوم ما في خبر كان، وأن استرجاعها قد يصبح أمرا مستحيلا. الفضيحة المالية مست مبالغ كبيرة قدرت في مجملها ب 37 مليار سنتيم و 100,000 أورو، تورط فيها موظفون بذات البنك إضافة إلى مقاولين وتجار. جيت نرفض الدرهم قالوا لي نعطوك 50، أنا نضمني 100، لقينا انت حسابات لقينا الدرهم ما كانش اداهم اختي لاس. انا حطيت مليار و200. واش لقيت؟ لقيت 200,000. الضحايا الذين يفوق عددهم 80 زبونا طالبوا باسترجاع اموالهم المختلسه، معتبرين انفسهم في منأى عن الفضيحه وما تتبعها من اجراءات قضائيه. كان واحد 6 زوج مليار 600، كان واحد مليار، كان واحد مليار ونص، كان واحد 500، واحد 400، واحد كل واحد واش داو. كاين انا عجوز هنا شفتها امراه مسكينه جايه راح دير لي زاناليز ولا راح دير سكانير، عطات له الكارني قالت له باش جبد الدراهم، قالها ما عندكش. اي واش دير سكانير هذه؟ قلت لها تما سير براس. سحب اموال الزبائن بعد ايداعها مباشره من طرف اصحابها دون تسجيلها بالقيد المعلوماتي، فضيحه تورط فيها 35 مشتبها، تم ايداع 3 منهم الحبس الاحتياطي ووضع 9 اخرين رهن الرقابه القضائيه. في البنك هنا كانت عمليه تاع الاختلاس، كانت الناس ما على بالهاش واش راهم يديروا لي زوبيراسيون دير من داخل البنك. واحد يجي يدير انفيرسمون ولا يدير روتري ولا سيرتو لي جون اللي عندهم ان كارني ديبارن، تحط الاموال تاعك هنايا ولا تحط ان سيرتان سوم، العمليه ما تندارش لداخل، انت راك حطيت يعطيك ان روسي، لو روسي هذاك اللي با فالابل ما فيه والو، الور كو الدراهم راحت الخزينه موازيه. جدير بالذكر أننا طلبنا لقاء المدير الجهوي للبنك سالي في الذكر والذي تنقل لعقد اجتماع بالضحايا، إلا أنه رفض الإدلاء بأي تصريح، علما أن الاجتماع خلص بتعويض الضحايا بنسبة حوالي 50% في أقرب وقت، وما تبقى من أموالهم تسلم لهم بعد الفصل في القضية من طرف العدالة.